وايه يا بياض؟ قلت له ايه يا حبيبي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي، مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت يا راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى، ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له يا انا قلت له انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى، دي ليها ريحه، فهمتي؟ يا حبيبي ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى، لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمه لك، اوكي؟ يا يا ميوت انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين، وقع مننا 8، اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه، انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي. قولي ورايا. سيس. سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش لدغه في حرف السي. طب انت لدغه في ايه بالظبط؟ تحددي. انا لدغه في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام. ايام شاهين؟ يا يا ميوت ايام. ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ميوت لا، ايام زي كلمة ياي. سحر عيونه ونظراته اول ما تلاقينا عين بعين. ما انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا ميوت لا، زي كلمة كيب. كيب كيب جيب كيب كيب. لا يا حبيبي، كيب كيبي هو كيب. هو هو هو. لحظة يا حبيبي، يا دكتور دي بتهوهو، ده مش فاضل لها غير اللي هو الواو، حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا، انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجه. إيه؟ ارسمي الحرف اهو. حرف يام. يام. والله العظيم حرف اللام. انا عرفت حرف اللام. ايوه يا مياد. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر. بقول لك إيه؟ ايه ركزي. قولي مرياله. 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 مرياية. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدياسه ايه؟ انا اللسان يا باص. انت بقيت تكيوني يا مياد، بتكيوني وبتتضيق عيايا. لا انا مش كره، لا انا احبه احبه احبه. انت بتتضيق عيايا. لو انت من احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت، انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل الترط والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي يا ربي يخليك ليا. مين بيحب مياد؟ انا. مين بيحب زينب؟ مياد. مين بيخون زينب؟ مياد. انا احب زينب، انا كنت يبوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو داهيه في تقلي دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شاي وانت استقبلهم. طب ياي. ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا نهار اسود. يا مراد باشا ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتونشه. ليه سعيد يروح يجيب الباتونشه؟ ليه عايزين شاليزو يا سعيد؟ سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الاليسه زينب دي. اشفخت عليك يا سعيد. انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومراتي يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الاليسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا. والله ما اقدر اتريق على الاليسه مراتك يا باشا. الاليسه مراتك؟ انا اسف. اسمها الاليسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. أنا آسف يا باشا، أنا آسف. جبت الحاجة؟ جبت يا باشا الحاجة، جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصية وجبت سمسمية. يا ابني هو مولد النبي. يا ابني أنا بعتك تجيب حاجة العيد ميلاد. أيوة يا باشا صح العيد ميلاد، جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتون شاليه. جبت التورتة؟ لا دي ما عرفتش أنطقها. على رأيك أه ما عرفتش أنطقها. أنا آسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني بتقول إيه؟ استفسار صغير. إيه؟ استفسار صغير. فشار حجم صغير؟
لا استفسار صغير يا باشا. استفسار؟ ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم؟ لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ايه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يالا، انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدام. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير والنبي يا باشا. امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في زابويس. تقدم في زابويس؟ ايوه. طب اقول لك ايه؟ غني. قوم نادي على الصعيدي واللي عايز يجي والبنات الاسكندراني اللمه دي لمه رجال، وانا هاجي مع الشوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي واللي ميه ميه والنوبات جمال. ما توصيش الشوايس الدنيا حاجه كده والسيناويه. امشي يا كلب يا تافه اطلع بره. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد. خير يا باشا، صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. بس انا جايب لك السواق، كنت هجيب سواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله السواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم، انت راجل مغفل، دي مش كشتة. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي اياد تخيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. انت كل بقوله يا دي كمان يا حبيبي. هو ده بعد كده ما يخلف عيل يقعد يهشتكوا. انت كناني كمان نص اللي قالولي كمانه، وقعد يقول لك انت كنت كمان لامه، انت كنت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟ في كائنات غبيه بتكلمه. على مباب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا. بقت حاجه هباب، روح النادي مفيش فايده، نيجي هنا برضه مفيش فايده، حاجه زي الزفت. بروح اقدم في اي شغلانه في اي نصيبه، نروح النادي الدنيا طراوه وبرد، نيجي هنا برضه برد ومش عارف البرد بيجي منين. اما نادي الزفته تيجي تساعدني، اتاخرت ليه؟ يا اعتماد. انت يا اعتماد يا اعتماد. كنت فين يا اعتماد؟ في ايه؟ انت لابس الشورت بتاعي يا حاج. معلش انا اسف، البنطلون اتسلت مني بس معلش. اخر مره كنت اتاخرت ليه؟ كنت بتهاكس في الشارع يا حاج. طب وهي دي حاجه اتاخر يا اعتماد؟ ما اللي بيهاكسني كان ماشي على مهله يا حاج. هو برضو اللي كان ماشي على مهله؟ ولا انت اللي كنت بتتحرشي بالرجاله يا سفله؟ انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش انت. ايه ده؟ المفروض انا اللي اضرب. انت ايه؟ انت ايه؟ بتمد ايدك علي يا ابو ليل، بتمد ايدك علي، وانا اللي كنت عامله لك مفاجاه ومش عايز احرق لها لك. أرجوك احرق منديهالي. ايه القرف ده؟ يما يما ايه القرف ده؟ دي قسي تورتيجا الجديدة. قصدك مي كساب يا حجة. ما فرقش كتير يا حاج. اجي 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 اجي.
ودي حلقاها فين يا حجة؟ هنرفس يا حجة. أبا أروح يسوي لي السوالف حلوة يا حجة. أنا زعلانة منك ومقموسة علشان أنت بتتهجم علي وبتشك في شرفي. أنت قلبك قاسي أوي أوي. أنت قاسي أوي أوي. أنت مش بتحس. إيه يا جيل؟ أنا مقموسة مقموسة مقموسة. خلاص ما تتقمسيش ما تتقمسيش ما تتقمسيش أرجوكي. عايزك تغني لي الأغنية اللي أنا أحبها. حاضر. أنا عينيا اعتماد. أنا والليل يقول لي وأنت تغيب. أنا والشوق يسأل فين أغلى حبيب. أنا قلبي ينادي لك وروحي تروحي لك. يوقف بيا الزمن واستنى اشوف عينيك يجي. هوبا رنجا رنجا يا رنجا رنجا نات. هوبا رنجا رنج ارجع لي اشوفك والقلب مرتاح. ريحني يا حبيبي من خلاص يا حجة يا حجة. برضو مقموسة. خلاص ما تتقم. تعالي انا عارف الهبل ده. هننزل صورة على الانستغرام. يلا انستا هابي انستا ماي لافلي جير انستجرام انستا هبال انستا خدام انستا وتشافي. هاجي هاجي هاجي. برضو لسه مقموسه. خلاص يلعن ابو شكلك زهقتني في حياتي. خلاص انت عارفه يا اعتماد ان انت كنت اكبر جزء من احلامي. كنت اكبر جزء من احلامك. ايوه. ازاي انت عارفه يا اعتماد ان انا مستعد اعمل اي حاجه علشان ارضيك. اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي حاجه. يعني لو قلت لك تفط من فوق السفره دي هتفوت؟ والله لو ده يثبت لك اني انك ايه بحبك. انت مجنون مجنون مجنون. بس بقى علشان بقى عندي تعويره في رجلي. تاويره. ايوه تاويره. بس انت اثبت لي ان انت لسه بتحبني. اكيد لسه بحبك يا اعتماد. ايه ده انشكاح؟ ايه ده ارد الواتساب. يا ده بص يا اعتماد. ايه يا ابو ليال؟ دلوقتي انت هتروحي المطبخ تطبخي وانا هقف عند السفره اسفر. حاضر. سلام 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 سلام. يا ما خلاص يعني انتي تعالي خدي بقاياكي. مش قرف. ايه ده في ايه؟ مساء الخير. ايه ده هي السفره بتولد ولا ايه؟ لا ما لا بتولد ما فيش حاجة. عادي ما فيش أي حاجة. أنت مين؟ أنا ضيف جاي الحفلة. طب مستخبي تحت السفرة ليه؟ مستخبي تحت السفرة عاملها لهم مفاجأة. إيه رأيك؟ إيه ده؟ ولابس كده طبعاً عشان دي حفلة تنكرية. عشان كده لابس حرامي. يا عم اسكت. حرامي إيه؟ لابس حرامي. لا ما كده الناس هتيجي تقبض عليا. مش هتفتكروني إنسان عادي. هتفتكروني حرامي بجد. يعني أنت إنسان عادي؟ أنا إنسان. وأنت بتعمل إيه؟